شو ما شاء الله تبارك الرحمن ساير يا عاد شوارع ملتج لين عينها عاد الخميس اليوم ايش خليت هل جده وهالدنيا كلها يا ايوه الحرم ملتج لين عينه سبحانك يا رب اجواء روحانيه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا الله يا رب احفظها من دار ايه فداء الله عاد هالمكان باكر اليوم انا فاطر في الحرم في مكه وان شاء الله باكر فطوش مدينه محمد بن زايد في ابو ظبي اذا الله جعلنا بالحيين ايه طيارتنا ان شاء الله الساعة 10 الاقلاع والساعة 6 بنتحرك من مكة اذا الله اراد ظني صلاة الجمعة ظني بنصلي في ابو ظبي اعتقد بنلحق على صلاة الجمعة في ابو ظبي اذا الله اراد ومدلنا بالعمل شو ما شاء الله الزحمة شو الزحمة شوف الخلوق شو ما شاء الله شو ما شاء الله تبارك الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير طالعت أعماركم أنا حين في ضيافة عاد منسوبة اليدين بترخص رخصوني خبر فان رخصوني تراني خبرتكم أنا في ضيافة منه وما رخصوني ترى عادوا العذر والسموحة ما بروا مطري للأسف يعني يا الله يطول بعمرك كنت طالع عمركم في زيارة للشيخ عوش بنت شخبوطي على الله يطول بعمرها من بلجلها يا رب العالمين من الشيخ نهيان أم الشيخ نهيان بن مبارك على الله يطول بعمره وأم الشيخ حمدان بن مبارك على الله يطول بعمره ويحفظه إن شاء الله على الله يطول بعمرها وهاي هذه عادة لها الله لا قطعها من عادة من يهر رمضان يتمكه لين ينفسخ 27 رمضان 28 رمضان من يختمون القرآن ردت العاصمة الحبيبة بعد ما يستوي ترى بعد العاصمة روح العاصمة ما تصبر عنها سرنا طالت عماركم لبينا دعوة منسوبة اليدين الشيخة عوش بنت شخبوط بن سلطان آل نهيان يعلى الله يحفظها ويطول بعمرها أم الشيوخ زين ابوي ها رياس مغانم الشحي الديبة من سنة 87 في ميونخ 87 في يوم ثلاثة يا رجل خف علينا يا زين وياه يوم كنا في ميونخ ومن هات السنين ما لجيت وحين يوم الله كتب شفت وين في مكة لكن ما شاء الله عليه ما عود هذا هو العظيم ينك كني فارج انك البارحة ولا شيء مختلف بس عيونك بيضن شوي عيون ما يندر هاي نيشان شو هذا علامة شو هاي يوم محبس هني في اللوبي تتريا ليش ما سكت الريسبشن وقلت لهم كم حجرة خالد بيخبروني ترى يا يدرن يا بنت خبر ايوه والله شرف وتاج على الراس شوفك يا ولد النصر والله يا خليفة النصر ينك ريال طيب وفنان ومحجر الله يحفظك يبارك فيك سلم على الجماعة يا الله يحفظكم انا حين في ضيافة سيدة الاعمال رفيعة بنت هلال بن دري القبيسي يا الله يحفظها ويطول بعمرها والدعوية يا الله يحفظها إلي ولأم محمد يينا وتدخلنا وتقهوينا وعيننا من الله خير وكسرنا اليوز وحين سايرين ما شاء الله وتمتيحتهم وحدة من نص شعبان وياخذون رمضان بطولة ويبتدون ويعيدون وعقب يردون البلاد تمتيحتهم وحدة ما شاء الله البارض اللي ما شيء كثره بعد القبيسات لهم التمتيحات ولهم كل شيء براض ويبسوا على دوبهم مكانه والله فنان سويت غاوي يركض فيه الخيال ها مركاض خيل مرة وأحسن شيء فينا مشاهد الحرم قول آمين آمين يا عمرك إن شاء الله عدد الموجودين هني كلهم الله من وياك يا رب حزاك الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الله هذا آخر فرض لنا في مكة زين عشان دخلت حجرة وعقيت ثيابي ومرة زحب عمري قلت ببدل مرة ثانية حق نسير المطار بعد ساعة تقريبا زين
ولان التصليب بالريسبشن يقولون رجال اسم عادل يباك ضروري 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 يباني ضروري مو عادل ما عادل. قال لي هنا سوداني وعايش في لندن وياي عمره وعرفت انك هنا بسلم عليك. وقال لي انا ابوي شخص اسمه عادل وسوداني وعايش ابوي في لندن وانا جاي اسوي عمره وعرفت انك هني وبي اسلم عليك. انا ادري ابوي ان الوقت انت بتسافر بعد ساعه، ترى متابع دقيق ما شاء الله عليه. المراد نزلت له ولان الرجال هذو ها حج عادل بشيركم ابوي طلع ما باسم عادل طلع اسم جمال. سلام عليكم، كيف حالك؟ عمرت مقبول مقدما، بارك الله فيك. يا مرحبا. انا نزلت ابو محجرتي من فوق لين تحت يوم عرفت انك سوداني. نحن تربطنا الامارات بالسودانيين صداقه ومتجذره وقديمه. لو كنت يمكن جنسيه ثانيه في احتمال اني ما انزل. يا غير يوم عرفت انك سوداني تيك عيوني اليمنى قبل اليسرى. يعني الله يحفظك يطرح لبركه في بلادك. عادل اسمك؟ انا اسمي جمال. جمال جمال وعادل كأنهم واحد نفس الشيء. انزين الحين جمال 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 اقول لك جمال شوف زين استاذ جمال بارك الله فيك منو عطاك سنابي ولا منو عرفت علي؟ والله صديقي واخوي منصور بن سعيد الهاجري. هي اخوي من اهل قطر. من اهل قطر؟ اخوي من اهل قطر ربنا يجزيه وقت الخير. هي نعم الله يعرفني اياك والله العظيم. هناك انت تشتغل في لندن؟ انا اشتغل درايفر في لندن. انزين وكيف شوف يعني انا من الامارات وانت سوداني وفي في لندن وين تعرف هالكلام؟ والله كلامه كله زين يعني احنا نحبه جدا جدا فكلامه كله زين وكلامه كله موعظه الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير. ونحن انا مبوني انا روحي يا خالد الخالدي احب السودانيين ما امزح وياك من صدق رمسك يعني السودانيين بالنسبه لنا اساتذتنا ودكاترتنا ومهندسينا ومطاوع عندنا يعني انتم في كل شيء موجودين. السوداني تبارك الرحمن في كل مكان موجود عندنا منذ الازل. حد جمال الحين انتم جايين من المدينه بتعتمرون اليوم ان شاء الله. وين متى بتردون لندن ولا وين بتردون؟ والله بنرد ان شاء الله المدينه المنوره ثاني. ايوه يومين مره ثانيه في المدينه بتردون بتون بعد مكه ان شاء الله. ايوه زول ابوي ما تنغلب ما شاء الله عليك بتسوي العمره مرتين يعني. والله بقليب قلبك حي. بقليب هذا بقليب اللي فواد نصه تضرب عصفورين بحجر. سودانيين منبونكم ما يغلبكم الا الله سبحانه وتعالى. اقولكم وحليلهم السودانيين هذا هو نسيت والله اسمه جمال ولا عادل والله نسيت شو اسمه يعني كان يعني على فكره يعني شيء بالنسبه لي انا اشوفه وايد كبير ان يعني شخص لا اعرفه ولا يعرفني وتقول لي تليفون وانزل على انا تراني اقدر من الضباب يعني وكل شيء اشوفه وايد وكل شيء اشوفه زين الحمد لله يعني ريال طوله طول عرضه عرض وياي يسلم علي وبتعذرها لو حتى في حجرتي بنزل بسلم ما لحنا نقصنا ولا اهل الهوى زادوا يعني فقير وشافي اتحريتهم يبون شيء ولا شيات مقصرين من شيء لا والله يعني حاولت اسوي وياهم اي واجب ما رمت. ان شاء الله نتريى زيارك في لندن يوم باتينا نحب نتعبد منك هناك. انا روحي قال بدور بدرول بك ليلك يا زول. اقولكم بس عاد الحين ما شيء سنابات ان شاء الله لين يا ان مطار جده ولا يوم بوصل ابو ظبي اذا الله جعلنا من الحيين. يلا عاد برايكم والسموح ابوي من جنابكم كان شيء قصور ولا شياته صيام وعمره والناس ما لهم بارض يعني كيف بيروح ما اسولف وياه. ويلا ان شاء الله نربس ابو ظبي او في المطار ولا وانا سائر في الطريق يعني زرع الله وعلى الله العلم عند الله انا ما ادري عاده. الى اللقاء. مع السلامة يا هالفندق الفنان الله يعودنا إن شاء الله عليك كل سنة وكل حول وإن شاء الله الحول إن شاء الله سكنتنا بتكون عندكم إن الله رب. صبحكم الله بالخير الحين نحن بوجد وصلنا المطار. يا الله يا الوي هذا ما يتشاهد ما براقد بعش قاعد لما براقد لما بشرب عارقات شبه غالي. يا الله يا رب تحفظ هالبلاد
طول بعمر إن شاء الله حكامها ويحفظ إن شاء الله المملكة من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ الملك سلمان واحفظ إن شاء الله ولي عهده الأول ولي عهده الثاني واحفظ إن شاء الله أمر السعودية حكومة وشعبا ودم عليهم نعمة الأمن والأمان واحفظهم إن شاء الله من كل شر وتاج عليهم من كل ضر يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير للجهات اللي تواصلت معي ويوم كنت في المدينة ويوم كنت في مكة شرف الله، وأقدم شكري وامتناني إلى سعادة القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية سعادة عارف الطابور النعيمي لما قدمه لنا ولغيرنا من خدمات جليلة في المملكة. انتوا تشوفون بالله عليكم مطارهم غير تحرابيت شيوخ والله تحرون يمزح شوف بالله عليك حرام ينه تقول بيت شيوخ هذا المكان اللي حاطيننا فيه لا في زحمة لا في أوادم ما حد إلا محمد فيزري. أقولكم يعني حين مسج من هاي الخدمة قالوا أبو تراك استنفدت كل اللي عندك هذا مال جيجا إن شاء الله هذا الحين أعرف مسكم من يوصلكم. اسمع طار النبيون الشيوخ الكبار على الله يحفظهم جدة وبيعتمرون إن اليوم بيعتمرون فما الله كاتب اللي نصيبه لو والله كاتب اللي نصيب ما سافرت اليوم يمكن رب العالمين الله يلاجي بيني وبين أبو خالد وسلم عليه ما لي نصيب يعلها إن شاء الله عمرت مقبول يا أبو خالد مقدمة وإن الله يحفظك في حلك وترحالك وتسير وترد بالسلام يا رب العالمين أنت واللي وياك. السلام عليكم السلام عليكم جيت بضبي انت جيت بضبي ما شاء الله شو ما شاء الله جريبي يذهب لمقرطس لمقرطس مرة ما شي باجي أنا يا زعاد الجديد حب شديد تبارك الرحمن أني أنا ما أمشي في السير هذا فأي بلد حتى البلادين اللي من غير ما أمشي عليهم أفضل على هذا ما أدري ليش حتى لو عيزان ما حد سألني ليش يعني شو السبب شو السبب انك تمشي على الكاتش وما تمشي على السير هذا متحرك الناس كلها تقابطنا انت زد حتى لو ما حد سألني روحي بجاوب طيارة كان هالساعة ولا ساعتين يالس مكانك متيمد غير من تنزل لازم ما تشوف يقولون لك في وانت اي ها من هاي هذر بهالكثر ورا انت حد زاد علي ما شاء الله اقولكم ما شيء مقترح يقول لك والله لازم تحرك ريولك وانت جالس على الطيارة زين بدال ما تجلس تحرك اذا نسيت ولا شيء تنزل وتكد عمرك ماشي الرحلة اذا شوية طويلة بعد تتورم الريول فلذلك الناس تفضل انه بدال ما تجلس الحمد لله على السلامة حبيبهم بدال ما تتورم رويلاتك من تنزل من الطيارة تكد عمرك ماشي كيلو ولا نص كيلو يعني ترحي وحاي تفتك ورا كل الشكر والتقدير للي تحمدوا لي بالسلامة اللي تشكروا لي بالسلامة كل الشكر لهم ويزاهم الله أنه عند كل اللي جاي بالطيارة حرام يا الدنيا تتوهي. السلام عليكم مبارك نعيدكم ها هاو ار يو اي كيف حالك؟ الحمد لله أخوي زين عرفتني؟ أنا ما عرفتني إيه بيتني هاك أسبوع أنت اللي مودنا أيوة أنا زين. رمضان كريم رمضان كريم روح عمره أنا إن شاء الله إيه شو التحرى أنت؟ في
زينة من هناك. هي شو عيل انت زين؟ ها؟ زحمة ما شاء الله. انا اختي في اثنين يوم قبل في زيارة من مكة. ما شاء الله مبروك تستاهل. اوكي شكرا اخوي. بارك الله فيك. يلا بهنستيهم؟ ها؟ ها عندك تعال ابوي. انت نادمي. انا من اوصل ما احب اقبض شيء في يدي، لا جواز لا هويه لا تذكره لا همك الله لا هم يحزنون، لازم اعطي اللي عندي حد اللي وياي. انزل من الطياره ان كنت روحي ترى ساماني في يدي، وان كان حد وياي اعطيته هو كل السامان، شو السبب؟ شيء مغزى ابوي. ابي على الله يحفظكم يمكن يضيع شيء ولا اشياتي يكون افتش حرتي في اللي شال انباع الشيء هو في ديه ولا اني تخاديت ما هو ما يضيع غير تتخادى ما يندرى توي حطيت بمخباك في على طاوله على رف ولا شيء.